أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلَا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم
فلما تراءت الفئتان نكص على نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون والله شديد العقاب يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم مرض هؤلاء دينهم ومن